المحاور اللي نشغل عليها هو بناء قدرات المديرية العامة للتعاونيات، بناء قدرات الموظفين، نعمل تدريبات للموظفين، عم ينحط مشروع مكننة المعاملات. نحن شغلنا بالمديرية كتير نشتغل بالورق. الاندكس اللي فتنا فيه انه خدنا التواريخ القديمة وفوتناها على جديد. هلأ صرنا بكبسة زر بنعطي المعلومة للمواطن اللي بده إياها. الهدف من التطبيق يلي عملناه هو انه نحن نمكنن قاعدة البيانات يلي بتشمل المعلومات حول الجمعيات التعاونية الزراعية، بتتضمن تفاصيل عن هوية الجمعيات، أنشطتها، غايتها، أهدافها، النطاق الجغرافي اللي بتغطيه، البيانات المالية اللي بتتعلق بهذه الجمعية. مشروع رائدات الريف يدعم 150 مجموعة نساء رائدات أعمال ويعزز قدراتها في عدة مجالات، من بينها القدرات المالية، قدرة إدارة الأعمال، الوصول إلى الأسواق. من ضمن النتائج الأساسية لهذا المشروع الناجح هي رفع كفاءة النساء في عدة مجالات، ومن بينها قدراتها التسويقية، قدراتها على إدارة التمويل. منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو تنفذ هذا المشروع بالتعاون مع وزارة الزراعة وبتمويل حكومة كندا. دائماً بالتعاون مع المديرية العامة للتعاونيات بعتقد منوصل لأنه نرفع من مستوى القطاع بشكل عام، وما أحوج لبنان أنه نرفع من مستوى قطاع التعاونيات بمجال الزراعة والأغذية بلبنان بالوضع الحالي.